رجعنا لكم في أجورا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد. تحية لكم أنتم اللي تحقتوا بنا في الاستماع في ساعتنا الثانية من أجورا. حسب رأيكم الشباب رافض فكرة الزواج منه، فما حاجات تخلي الشاب يلقى صعوبة باش يعرس؟ 72-328-500 على ذمتكم لكومنتير مساجاتكم زالت وصلنا على الباج فيسبوك راديو ميت تونسي ولا باج البرنامج أجورا باي راديو ميت. يحضر معنا سيامات الغراري مختص في علم النفس السريري والتطبيق. مرحبا سيامات من جديد. قبل ما نكملوا معك الحديث معنا بالتليفون سفيان. مرحبا. مرحبا بيك، أهلا بيك خويا غاد. مرحبا بيك يا عايشك. مين يتكلم فينا سفيان؟ من تونس خويا. من تونس، مرحبا بيك يا سيدي، تفضل. وبيك عايش. والله سي تري انتريسون اللي قاعدين تحكيوا فيه. علاش؟ خاطر سي تافير اليوم المشكله برينسيبال نتاع لي جون الكل هو انه او بيان ما يلقاش لي مويان باش يعرس، او بيان ان تروف با لا بون بيرسون. انا دابري مون اكسبيريونس و جو تيا ا مون اكسبيريونس ا موا التجربه نتاعي تقول انه يزمك تركز العبد لا بون بيرسون اللي هما يعيطوا له الانسان التوأم، يعني اللي هو ينجم يبارتاجي معاك الاحلام نتاعك، ينجم يبارتاجي معاك الحياه اللي انتم قادمين عليها. هذا هو الباز اكثر من انك تحكي على فلوس واكثر من انك تحكي على كل شيء. ولقيتوا البيرسون هذا ولا لا؟ وي انا معرس. معرس. دكور قداش 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 عندك ملي معرس؟ عندي 5 سنين ملي معرس. 5 سنين يا سيدي، ربي يفضلكم لبعضكم. قول لي احكي لي كيفاش بديت الفكره نتاع العرس نتاعك؟ كيفاش لقيتوا هلا البيرسون اللي تتقاسم معاه نفس الافكار والتوأم كما قلت انت؟ ولانه فما صعوبه انك باش تلقى انسان يشبه لك في برشا حاجات في وقتنا تو. هو ريالمون يعني من صدف انك ما تنجمش تلقى عبد يشبه لك كما انت تحب. بيان سور. مي على الاقل تتقابلوا في حاجات، يعني في رؤية للدنيا، في شنو تحبوا تعملوا بعد. هذا هو الأهم، فهمتني؟ خاطر تو سيسور أنا يعني باش تلقى روحك عامل 20,000 عبد قابلت وحكيت معه. مي ديما ثم لو ديكليك، ثم كل حاجة اللي تتعدى ولا ما تتعداش. صحيح. وشاءت الأقدار أنه الإنسان اللي هو معايا تو اللي أنت نحييه من لونتين نتاعكم، أنه هو اللي اتقاسم معايا الوجاية وتقاسم معايا الفرحة وتقاسم معايا النجاح. دونك هذا هو الأهم من كل شيء. والحكاية بديت يعني في أكس نتاع معارف ما بين عباد في أن كليك نتاع صحاب وتعرفنا وبدينا بشوية بشوية نعرفوا بعضنا أون طونك أمي سي أون بو دير. وقعدنا نحكيو برشا وحكينا سور بليزيور سوجي اللي تحكي واللي ما تحكيش، إلى أنه لقينا رواحنا نجمو نبنيو حاجة مع بعضنا. هذا هو اللي بدينا عليه. وفكره العرس كانت موجوده عندك، حكينا هل عائلتكم ساعدوكم عاونوكم باش تعرسوا؟ وشنو هو الميساج تحب توصلوا سورتو للشباب اللي يسمع فينا؟ اكزاكتومون. انا بالنسبه لي انا العرس يعني اخر حاجه تتخمم دون لو سونس. تبدا تحكي وتشوف تلقيت العبد، تلقى روحك منطق في الحياه وفي الدنيا وصاغيب انك تولي سي بون تقول هذا هو العبد. إتو أفانس. وأنا أول حاجة عملتها قلت لها نقابل بوك. دونك وسيتي الحاجة اللي يزمني باش نقابل الإنسان اللي هو أعطانا بالنسبة لي أنا الإنسان هذايا اللي باش تقاسمني الحياة واللي هي معايا. قابلته وحكيت معاه وجو مسوي بريزونتي، قدمت روحي إيش نعمل وإيش نخدم. وكان إنسان تبارك الله عليه في بكل التواضع وبكل الثقة أنه هو يقول لك ما ثم حتى مشكلة، أنت الإنسان مادام أنت رؤيتك للدنيا واضحة وتحب تقدم أنا من نجم نكون كان نعاونك. وهذا هو كنت واضح أنت سفيان من الأول؟ يزمك تكون واضح. كنت واضح معناتها شو عندك شو ما عندكش، شنو اللي قادر عليه شنو اللي ما تنجمش؟ توت أون ساشون اللي أنا عندي جو سوي دون أون إيتا تخي سونسيبل أنه أنا نعيش مع الوالدة. دونك هذا سي أن باغامتر اللي هو مش العباد الكل تقبله. entre parenthèses donc le loyer de Kenfi Kafelti donc هذه حاجه من الحاجات اللي موش العباد الكل تقبلها. مي ثم عباد والعباد الكبار اللي تفهم تقدر الرؤيه هذه وتقول لك اللي عنده خير في عائلته عنده خير في الناس. وقبلوها الحكايه وقبلوها الحمد لله وانا نعيش ولاباس وستر ربي. طونطاجون اللي في الدنيا ديما اللي يدي هو يدي با، يعني ديما باش تلقى ثم باش يصيروا مشاكل. ماناش عايشين في حلمة ولا عايشين في في
في بلانيت أخرى، مي المشاكل تتحل وبشوية بشوية، وكي تبدأ أنت ومرتك متفاهمين سوغ دو بون باز وعندكم رؤية واضحة مع بعضكم القدام، ما يوقفكم حتى شيء لمشاكل نوسون كو أنهم يحبوكم مش يبعدوكم. شنو الحاجات اللي سهلوا لكم العرس؟ نحكي على الامكانيات سواء الماديه ولا المعنويه. الامكانيات الماديه تامن والامان بالله، احنا اخترنا في مارس ووقت احنا قاعدين في الـ في الـ مع العائله نحكيوا على الخطبه وعملنا هكايا لبسنا الخاتم، ثم واحد لتو ما نعرفوش شكون اون توكا في العائله، يا عائلتها هي يا عائلتي انا، قال راهو العرس باش يكون في اوت. اي واحنا في مارس. وكيفاش هذا؟ في نفس العام معناتها؟ اي في نفس العام اكزاكتومون. دونك انا عرفتك اللي قلت قعدت مش بيه شنيا ما وما تنجمش توخر التالي سي من العباد الكل زغرت زغرت ليه سي راهو العرس في مارس وسي في اوت. اي عرفت بعده هو ما تنجمش تحكي بان العائلات تبدا ملمومه اي من غدوه تقابل مرتك يا شكون اللي قال؟ تقول لي انت شكون اللي قال؟ يا بنتي والله ما نعرف انا شكون اللي قال، حتى انا ما نعرف شكون اللي قال. اي قلت لها باهي اجمد ورقه وستيلو يوم كومونس افيغ الحسبه نشوفوا. صدقني يعني احنا في مارس يمكن وجافي زيرو ميلين، يعني ما عنديش حاجه اللي مش بريباري يعني فهمتني؟ مي قدمنا على ربي يعني قلنا احنا في كتا في نورمال اي واحد واي شيء. دونك في اربع شهور في خمسه شهور لازم تكون حاضر معناتها للعرس. اي تكون حاضر. اي تكون حاضر. اما راك تكون حاضر افيك تي كونديسيون، شو معناتها افيك تي كونديسيون؟ افيك تي مويا دون لو سونس انت ومرتك تبداو متفاهمين، ماكش تعمل عرس في ساله، ماكش باش تجيب ذهب بالملايين، ماكش فهمت تويسي دو كومبونسي باش تلقى لي مويان الحاجه اللي تضحك. شنو الضروريات اللي شريتوهم وتفهمتوا عليهم؟ والله ضروريات توسك الكترونيك وبرانسيبالمون بيت النوم هي اللي والباقي الكل قعدنا بشويه بشويه كل مره نزيدوا حاجه واحنا اون افونس ونزيدوا اون افونس ونزيدوا الى ان كملت فهمت يعني ما ني افي با اوتون دوبستاكل طونك زوز يحبوا بعضهم. ايه. انا نشوفها هكا من رؤيتي انا يعني وسامونجاج كو انا انه ما فماش دوبستاكل ينجموا يوقفوك كان العائلات هما معاك يدزوا دونك كيل سونس يدزوا يعني يعطيوك في اللوند بوزيتيف وهذه سهله عائلتي وعائلتها كل واحد يعاون باللي يقدر اللي يجيب لك ماشينه لافي واللي يجيب لك اوت واللي يجيب لك فريجيدير تلقى روحك ابروكسيماتيفمون في الاخر ما كسر برشا ومعرس الحمد لله وراك لاباس فهمت سي دون سو كونتيكست سي سور ماهيش عند العائلات الكل سي سور ماهوش عند لي جون مي انا اللي ننصح حاجه بركة انه نهار كي تلقى لا بون بيرسون سوا سور انه البدايه راهي تتحل. واضح واضح. وكان نرجع بك عوامل تالي ما تصدقش روحك اللي انت في اربع شهور خمسه شهور باش تعرس ها؟ لا ما نصدقش روحي نجم نلم الموطوة هذاك في اربع شهور ولا خمسه شهور. واضح يا سيدي ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. شكرا لك على التجربه نتاعك يا سفيان. شكرا لك بارك الله فيك. يعيش بارك الله فيك. ميرسي يعيشك. نكملوا مع التليفونات معنا عواطف. مرحبا. مرحبا بك عايشك. يعيشك بارك الله فيك. دونك عواطف من نابل. مرحبا. الو نسمع فيك عواطف من نابل. وي سلام. مرحبا بك تفضل عواطف. عايشك. باش نحكي حكايتي انا وراسي عرفت على الفيسبوك كي جات كومنتير اربع شهور اصحاب وبعد كي جي عطا فيها الكلمه شهرين نعملها فيها صاي عام ونص عرفنا ما نكذبش عليك ما تصرفتش حاجه بركه قلت له يعني اذهب حاجه لازم هذيك نحب حاجه سمحه حتى واحد نهار حكيت تحبيه يلقى وهذيك مقال اول حد ياخذ الذهب ديما كل كيكه تاخذ حاجه سمحه باش تتيح بيك الدنيا تلقى ما تبيت كنتو بيت النوم والصاله وذوكم حاجه تستر من على خاطر راجلي تاع اول حاجه باب رفض على خاطر ما عندوش دار هذاك علاش يعني باش نعيش في الكراء وخواتي الاخرين معرفين بالديار وما حبش كوني كيفاش نعيش بالكراء فهمت شو عملت؟ هيك تخرج راجلي معناه ماهوش يخدم ومعناه ما كونش ما ينجمش توا يكون عنده دار معناتها صحيح حاليا ما ينجمش لا على خاطر احنا غاديك كلهم بديارهم فهمت هو عمره 30 سنه مازال كيتخرج ما لا وقت اللي عرفت عمره 28 سنه مازال كيتخرج فهمت ما عندوش برشا ما لمش ما عندوش باش يبني مازال يعني اللي تعرف الراشد يعني باش يهنيك عرفت اللي انا باش نتفاهم معاه ما حسيت الراشد ما نطولوهاش عملت وعرفنا
وش عملتوا في حكايه الدار؟ ما تقبلوا داركم؟ ما تقبلوا العائله؟ اي يعني قبل بعد الرب عرفت اللي هو انسان على حقيقه ماهوش مثلا وعرف اللي بيسميني والحمد لله. وحاليا الرب روحي عايشه خير من برشا عندهم ديار بالنسبه لي نعرفهم راني نحكي انا عايشه خير من الحمد لله كيديا والحمد لله. بالنسبه اول ما عرفته ديما لمحله هو حاجه تقولها لي اللي وجهي بها لي كل مره يدبر خدمه خير حاليا في خدمه سمحه والحمد لله ومطاحنه الحمد لله. معناتها معناها كي جيت خمامها 300,000 ينضرب السكري منها ينضرب الضو ينضرب الماء ينضرب فهمت معناها كي كان يخدم 300 معناها حاجه هذيك بشويه بشويه كل مره يدبر خدمه كل مره سمحه حاليا يعني في خدمته اللي يتخرج بها فهمت. واضح ربي يسهل لكم. دونك خلاص القول خلاص القول نتاعك عوات انك كي تسهلها تسهل وتمشي الامور معناتها بالطبيعه. واضح واضح معناها هي الكل والهنا هو الكل. واضح واضح دار كل شيء راهي خاطر بيصام موجودين وصوف فيهم يعني تتلقوا كل شيء بديارهم ما همش مثليين حتى طرف الدار في الدار بوها استعمل بها الدار راهي قولي ليه عندها دار في دربوها بالمشاكل وبالهم تاخذوا او يشرب او يضرب او شنو الحمد لله راجل زوالي وعايش وخيرين والحمد لله. واضح يا عواطف شكرا لك يعيشك ربي يفضلكم لبعضكم. شكرا لك عواطف بارك الله فيك على التليفون نتاعك 72 328 500 على ذمتكم. تفرجوا فينا لايف تخليوا لي كومونتير نتاعكم ميساجاتكم على الباج فيسبوك راديو ميت ميزيور الباج برنامج اغورا باي راديو ميت. تعليقك على اللي كنت تسمع فيه كلهم تجارب تاع ناس معرس ديجا تجارب تاع ناس معرس مهم برشا الكلام اللي كانوا يقولوا فيها مهم برشا تجارب تجارب ناجحه الحمد لله مالوغوزمون ما سمعناش تجارب فاشله حبينا ماذا بينا مع نسمعوا الاراء الكل ولا بون الملخص نتاع التجارب الناجحه هو المحبه والقناعه والتفاهم والتعاون. واضح ما تنجم تكون كان علاقات ناجحه القناعه بين سونس من الاول بعد العرس شنو اللي باش يتفاهموا عليه هي العلاقه تبنى على الثقه والمحبه قبل كل شيء. الثقه والمحبه تخليهم يرضوا بالوضع اللي هما فيه. دوك المحبه تخليهم ينظروا للمستقبل نظره تفاؤليه تو كيف باش نعرسوا ونعيشوا مع بعضنا تو كانوا مع بعضنا كيف يملوا بيهم العائلات يعاونوه اذا كان العائلات ما امنتش بيهم وما شافوش فيهم صدق ما نصورش كان يعاونوا ينجم كانوا يقلقوا ويعرقلوا المسار نتاع الزواج. دونك اكيد نشوفوا معناها وقت اللي هما يتعرفوا على بعضهم يحبوا بعضهم فما ثقه فما صدق فما امانه فما تعاون فما نجاح. واضح فما عادات وتقاليد زاد. هل ما زلت انه يتحكي عليها في ما سمعناهمش ما سمعناهمش العادات والتقاليد وانا كنت باش نوصله لك قلت خلينا ناخذوا اكثر تليفونات فما شكون يحكي على العادات والتقاليد وكانه بديت شويه بشويه فما عقليه اخرى ونظره اخرى انه يسهلوا برشا امور يتنازلوا على برشا امور. نعرفوا ثم عائلات تقول لك انا ما نعرس كان بالعادات والتقاليد اي لكن العادات والتقاليد هذوك مش يعيشوا بهم باغ لا سويت ولا اذا كان العادات والتقاليد اللي نحترموهم مش يعرقلونا الزواج دونك شنو نعملوا؟ شنو اللي نعرسوا على الزواج؟ يلزم تعرس لما تجيب كذا وكذا برشا قالت لك نعرس بالفضه نعرس بخاتم نعرس بكذا وكذا انا طلبت خاتم مزيف يا اخي جابوا لي خاتم ذهب معناها ما عادش نحكيو على صياغه نحكيو على خاتم. معناها هذه مهم برشا في النجاح الزواج. معناتها العائلات اصبحت تتفاهم تتفاهم اكثر والوضعيات نتاع نتاع الطفله والطفل عندهم الوليد وعندهم بنيه معناها حاجه هي تفرح لما هالة اللي يعرف انه وقت اللي هو مثلا مش يشرط كي تبدا عنده بنيه زاد حتى هو كي يبدا عنده وليد مش يشرط عليه ويتفهم وناس تولي تخم انه ماذا بيها بنتها تعرس وماذا بيها هو تعرس باش يتهناوا عليهم خاطر الظروف والمعيشه الكل صعبت معناها هنا عملنا كونسيسيون معناها ضرب العادات والتقاليد للمصلحه موش الحاجه خايبه. واضح دونك لهنا اصبح فما تجاوز البرشا امور منها العادات والتقاليد. المظاهر ما زالت موجوده؟ كتشوف فما عنيد فما مظاهر فما برشا خاطر اللي مش يقعد مش يعرس للمظاهر مش يصير في الاخر ما يعرسش والا مش يعرس بالمشاكل. معناتها نقصت شويه برشا التدخلات ما كتشوف التدخلات اللي دخلوا كل ما حكاوش على حاجه اسمها الناس ما عادش تهمها خاطر اذا كان هو مش يعرس للمظاهر مش يعرس للاخرين ماهوش مش يعرس للاخرين مش يعرس لروحه هو
دونك مش مهم ان نقول عرس في تل صاله ولا عملوا الحنه واللوطيه والصاله معناها سبع ايام وسبع ليالي والذبيحه وكل حكايه ذكم وكل اللي يتكلفوا يمكن وليت العباد تختصر معناتها برشا حاجات هكا فما الناس تنجم تخلط ما عادش خالطه صحيح فلوس عرس اللي يلبي حاجات العادات والتقاليد واضح ومعندناش الوقت زاده اكيد ونكملوا مع التليفونات معنا ايمان من تونس مرحبا الو عسلامه عسلامه مرحبا بك تحيه ليك يا عايشه تفضلي ايمان عجبني السجيه اللي تحكيو فيه اليوم انا مانيش معرسه وعرستي على قريب في جويليا ان شاء الله حاب نحكيكم على تجربتي هاي حكينا على تجربتك ربي يسهل قولي انا خطيبي ما عندوش فلوس اما يخدم شهريه ويخدم يخدم جيران في ريستوران وما عندوش باش يعمل عرس انا الحمد لله عائلتنا مش شكلها بس عليها ما سافا معناها مستورة مستور حالنا مستورة انا تكفلت بكل شيء ما طلبتش لا ذهب ما طلبت حتى شيء قلت له اكري جوس دار وحاول كيفاش تعمل عرس في بلادكم هو من صفاقس بسيط على قدكم معناها وانا نعمل كل شيء بريسك انا خديت كل شيء نخدم توا بريسك قصيت الخدمة خذرت عبت لميت فلوس بالبي عملت داري كملتها عملت حجامتي خذيت ذهب ما خذيتش قلت له ما نحبش ذهب انا بتويتي باش انا ما نحبش ذهب قلت له تاخذوا حاجات بلاكيور هكا معناها على عينين تاع العبيد وكها دونك معناها البنية اللي تكون مقتنعة بالإنسان هذاك اللي هو باش يكون يهنيها وإنسان باهي ومتربي وولد عائلة ومعلاش ليه هو كيبدا ما عندوش فلوس ما يعرفش لازم يعرف معناها كي انت عندك باش تعاونه باش تقف معاه يجي نهار ويعوضه لك معناها باش يقعد يشوف لك بيه هذاك الكل واضح واضح قل لي ايمان معناتها معناتها العائله نتاعك معناتها اقتنعت معناتها بالشخص اللي انت معاه اقتنعت اللي انت قاعده تضحي هو قاعد يشوف بيه الحاجه هذه ولا لا؟ هو انسان معناها زوالي على روحه وابوه متوفي عنده اخواته صغار زاد يصرف عليهم والكل معناها نعرف هو انسان معناها مش يعيشني متهنيه مش مشكل الدنيا كل فلوس را. نجم نعيشه هو يخدم وانا نخدم نجم نعيشه قدرتها واضح واضح والعائله ما تدخلوش معناتها عائلتك ولا عائلته هو؟ لا بالعكس بالعكس عائلتي عاونتني برشا 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 معناها كان ما جوش عائلتي ما نعملش انا عرسي كامل ومكمل ونجيب كل شيء عاونوني عائلتي كل خويا اختي بابا امي معاونيني على الاخر على خاطر يعرفوا الانسان هذاك انسان متربي ولد عائله خاتيه يخدم على روحه معناها اللي عنده كيف اللي عنده يحاول يعمل بها معرفه ماهوش هكا انسان عنده فلوس ومخبيهم ولا يصرف على دارهم ويصرف على معناها العرس اللي جاي قاعد يلم في الفلوس باش ينجم يعمل عرسه باش ينجم يصرف على دارهم في العرس هكا هو معناها دونك دارنا ما عندهمش مشكله مع هذا واضح معناتها شنو مثلا من الضروريات اللي خذيتوهم والا من الحاجات اللي انت تنزلت عليهم وكنت تنجم تطلبهم ابار الذهب نزلت أبار الذهب ما عرفش نزلت على برشا حاجات نزلت على فما حاجات هو لازم يجيبهم كيما الفريجيدير كيما الغاز كيما بيت النوم كيما بيت الصالة كل شيء شريته انت معناتها بون هو بريسك شري بيت النوم وانا كملت له باش يشري الصالة فهمت شري له الصالة وكملت انا نكتو ميناجي الكل فهمت معناها فما حاجات اللي هو لازم يشريهم اما هو ما عندوش معناها بحكم انه قاعد يلم في فلوس العرس اكا هاو معناها ما ينجمش ما ينجمش يعطي حاجة أخرى أبار فلوس العرس واضح واضح ايمان يخدم ليل ونهار مسكين معناه يخدم من نص الليل يروح ما ساعتين نتاع الليل باش ينجم يوصل معناه هنا لجويليا باش ينجم يعمل عرسه ان شاء الله ربي يسهل لكم ان شاء الله ربي يوصل بسلم هذه حاجه ان شاء الله ربي يهنيكم ويعطيك على قد قلبك شكرا لك بارك الله فيك يعيشك على تجربه نتاعك تجربه مهمه معناتها نسمع كل في معناتها اللي يكلمونا بريسك 90% كلهم نساء معناتها هي تجربه مهمه لا محاله الانسان زاد يلزم يكون موضوعي بس خاطر العرس ماهوش الفرح نتاع العرس ولا الحركه نتاع العرس العرس هو عيشه كامله الحاجه هذه يقولوها الوالدين معناتها الصغار قبل بمده من العرس والا في فتره العزوبه انت يقول له راه العرس مش حاجه هذيك راه فما حاجات اخرى نسهلوا على بعضنا ونعاونوا بعضنا وكل شيء لكن لازم ننظروا زاده للمستقبل انه عندنا كري وعندنا نجموا يجيو صغار ونجم المراه اللي قدر تبطل الخدمه هاو قالت ارتحت انا تويك قبل العرس تويك زهزت وارتحت اسكن بعد مش نقعد مرتاح ولا باش ترجع للخدمه نتاعها مانيش نحكي على السيده هذيك ونحكي بالعموم معناها العرس
ومصروف العرس ماهيش حركة العرس. حركة العرس نجم والناس الكل يقفوا لها والناس الكل نعاونوها، أما الإنسان هذاك أسك هو قادر أنه يقيم بعائلة وإلا لا في إطار التعاون وعمرته صحيح، لكن ديما المرأة راهو في وقت من الأوقات تحتاج باش ترتاح زادها هي عندها معناها التزامات أخرى، التزامات أمومة، التزامات إنجاب، التزامات صحية، اللي هنا بالحق يلزم مورد قار. أكيد فما خوف من العرس، معناتها ساعات نجمو معناتها نسمعوا برشا شباب إنه رافض فكرة العرس، يقول لك العرس صعيب، العرس ما نجموش العرس، وكأنه فما كل التجربة لو التجارب تنجم تكون ماهيش ولا بد تنجم تكون موجودة معناتها عندها تأثر على المتابعة بطريقة سلبية. التجارب الفاشلة سواء اللي نسمعوها أو اللي نعيشوها في الإطار اللي احنا عايشين سواء الإطار العائلي أو إطار الصداقة، التجارب الفاشلة تأثر على الموتيفاسيون دونك الدافعية الإنسان على أنه يتزوج صحيح. واضح. كملوا مع التليفونات، معنا أبو بكر بالتليفون. مرحبا يا سيدي. عيشك الله يخليك، ربي يفضلك. شكرا. يعيشك بارك الله فيك. أبو بكر مين يتكلم فينا؟ أبو بكر من تونس العاصمة. من تونس العاصمة يا سيدي. مرحبا بك. وكان بكري كنا نحكيو برشا نساء كلمونا، كان سفيان توا أبو بكر. تفضل أبو بكر. الله يخليك. والله أنا والحمد لله بفضل ربي سبحانه وتعالى عشت تجربة معناتها زوجية والحمد لله بفضل ربي ناجحة. أما الحق بتاع ربي مش واحد ما يهونش، أنا مرتي عرفتها صغيرة تقريبا لاج دو سيزون أولا، وثانيا قعدت معها 3 سنين باش خطبتها وفهمتني وفهمتها. واضح. ثالثا رضات باللي فما. رغم اللي هي معناتها من عائلة نقولوا احنا متيسر شوية وتشرطوا علي برشا ماليها، وإنما جات الوقت وكريمون ناخذ ونتحمل مسؤوليتي. حتى بين الظفرين، بين الظفرين عرست عرس في البلدية، عرسنا باللي يجي، حتى أنا معناتها من زملة الأشياء طلبوا علي الصياغة. والصياغة ما عنديش. قالت لي دبر الصياغة، دبرت صياغة تاع أختي قدمتها في الحنة نتاعها هي. وبعد نهار العرس، نهار العرس معناتها الدخلة مدت هذي. ومرأة فاضلة 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 إلى أبعد حد، حتى معناتها بعد الصباح نتاع عرسي جابت لي شيك 300,000 حطتها خالتها، قالت لها اكتب باسم أبو بكر اكتب باسمي أنا، واللي عندها مش لها لي أنا، واللي عندي أنا لها هي. أنا حاجة واحدة وعدتها بها، قلت لها يا بنت الناس بقدرة الله عز وجل ما ترميني كان خير، وعشقتها لأخلاقها والحمد لله معناتها حتى من ناحية معناتها من ناحية الزين نتاعها يا ربي لك ألف شكر وحمد، وإنما كان من الأول حب حقيقي. وتعرفني شنو معناتها اموري معناتها الحمد لله مستوره. وحفظنا مراه قبلينا تكلمت تقريبا عندها يمكن نص ساعه، قالت القناعه والله العظيم والله العظيم والله العظيم، رغم اللي هي بين الظفرين معناتها امورهم متيسره برشا معناتها من دار لبس بهم ورفضوني من الدوله لاني انا من قولوا من عائله متوسطه. وهي قالت لبوها قالت تحاول مسؤوليتي، بوها يموت علي لتو يحبني. علاش؟ لانه فما سعر قدر، وهي بكل صدق بكل صدق وامانه رضات باللي فما. رغم اللي كانت عايشة عايشة كذا معي أنا، ولكن الحمد لله وبالقناعة ربي سبحانه وتعالى رزقنا، ولكن رضات بلي فما. والله حتى بين الظفرين عندها شكون من عائلتها اللي قال لها ما تاخذوش وما تاخذوش وشنو اللي عنده وكذا وكذا، قطر ما هذيك حاجة قصد التوى ما تزوجوا التوى ما عرسوا من الشروط نتاعهم. الشروط المشحفة هذه كل شيء توا العرس شنو هنا. شنو الحاجات مثلا اللي توا بعد ما عرست أبو بكر اللي ما زلت في كي تتذكرها ولا تحكي انت وزوجتك تحكيوا عليها مثلا من الحاجات اللي كان معناتها شرطهم وانت ما نجمتهمش راكم ما عرستوش مثلا ابار الذهب؟ هي مسكينه قالت لي حاجه بركه، خذيت بيتهم بيت قاعد فقط، قالت لي الجاز ما يمكش فيه متلز الفريجيدير الغاز خذيته مني قسما بالله. باش نقول لك حاجه ربما اللي باش نفاجئك بها انا فهمت شو لا قلت لك تصور صباح هذه 300,000 ما عندي حتى فرنك عرفت في البلدية الحق أخوتي وقفوا معانا ما كل شيء كل واحد موتي من الجهد هذاك مش واحد ما ينكلوش، أما هي اللي وقفت معايا المرا هذه وبعدين نقدر باش نقول لك حاجة باش نفاجئك بها. فهمتني خويا العزيز سامحني حتى كان نحكي مساج 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 خويا. أنا مرتي هذه تو عندها 6 سنين اللي توفت وإلى من هذا ما تزوجتش، عندي زوج صغار منها وما تزوجتش وإلى من هذا ما لقيتهاش قسما بالله بعثها بكل تواضع نقول لك ربي بعث لي مراه من الجنه راهي صبرت معايا خاطر مرينا بفترات عصيبه جدا ما اختار بعد العرس واحد ديون وكل شيء مسكينه والله 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 وصلنا نتعشى وحتى كاعطينا عظم خبز تقول لي ما يسالش ربي كبير حتى كي نمشي لدارها مدبر حاجه تعطيها لي انا
قبل صبرت معي حتى قدام دارهم ساعة ساعة تعطيني فلوس باش ندخل دارهم غنى ولا حاجة بين هذفرين ولو حاجات ما تحكيش، وإنما مرة فاضلة وخلتني نحبها وقسما عظم قلت ما تزوجتش يقول لي تقارن وش كيف تطعب وقارنة، أنا ما حبيتهاش للسد متاعها وحبيتها للوجهة أولا أفعالها إذا طيبة، وثانيا الروح عشقت الروح الأخات الأعمال هذه الحاجات اللي بين المرأة والراجل هذوك اللي يخلي العشرة تدوم، اللي بدل يوفى والجسد يوفى والجمال يوفى كل شيء يوفى، شنو تقعد تقعد كأن الروح تعشق الروح، الروح للدار بس نخش الروح للدار مش رمارتي وصغاري وقت اللي كانت حية الله يرحمها صغاري والله العظيم هي تكر هي تجيب هي تجي كذا فهمتني، وإلى يومنا هذا أو بعد ست سنين أو سبع سنين 2012 طفيت أقسم بالإله أقسم بالإله أقسم بالإله كل يوم تفكرها فمش نهار ما فكرتهاش دخلت قلت قلت لكم مني بقعدنا مره الاولى من حتى في البدايه سبق تحديث قبل العرس حكينا على كل شيء ها واش عندي يا بنت الناس دار ملك ما عنديش راهو عايش في الكراء راهو كذا قاتل راضي راهو هذه شهريتي راني قاعد نعاون في بابا وامي راهو قاتل في مقاتل فما حتى مشكل واضح وعشنا كل شيء كنت صريح واش عندي واش ما عنديش ورب سبحانه كما قال السمراء قلت قبل القناعه قسما بالله ترى باللي ثم قدرة الله ربي يعطيك، اما اذا كانت تبني العلاقه الاولى على الكذب وتحبها على خاطر حاجه على خاطر فلوسها ولا خاطر مالها ولا الله اعلم ولا خاطر جمالها راهو كل شيء يوف، وكيف قلت المشكله توا الوقت الحالي في الزواج تاع تونس المشكله الشروط تياسر مجحفه والشباب ولا فهمتني ما عادش فرصه زواج اعطيه يعمل صاحبته اللي غايه في نفس يعقوب هي كيف كيف كل واحد يشهر روحه. قداش عندك صغيرات يا سيدي؟ والله عندي زوج صغيرات ربي يفضلهم لك يا سيدي. الحمد لله يا رب يا رب لي كان شكر الحمد قلت والله العظيم لهم رغم اللي برشا جابوا لي باش نعرف قلت لهم ما نجمش نعرف ما نجمش نعرف ربي خلق لك المراه هذيك مشات هي ان شاء الله ربي امنيتي نتفن بحذاها اقسم بالاله امنيتي ان شاء الله ربي تو في عمري نفهم صغيراتي ونتفن انا فرد اكبر هذه امنيتي في الحياه ان شاء الله تتحقق وان شاء الله ربي يرحم جميع الموتى وان شاء الله ربي يهني عباده الكل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحة وتفرح بصغارك يا سيدي الله يرحمها هي بارك الله فيك يا عايش شكرا لك على الصدق نتاعك يا سيدي بارك الله فيك. كملوا على التليفون معنا أمل مرحبا. ألو يا عاصمة مرحبا بك أمل بيك عايش مين يتكلم فينا أمل؟ من تونس من تونس مرحبا بك تفضل أمل بيك عايش والله أنا سمعت موضوع نتاعكم اليوم عجبني برشا حبيت تفضل نسمع فيك تفضل تاع أختي تفضل أمل نسمع فيك معاك معاك نسمع فيك تفضل كان تبعد شوية على الحس باش نسمع بعضنا أمل ولا نعود نطلبوك شوية آخر أوكي سي بون بس على الحس باهي تفضل نخدم هيك عادينه حبيت نحكي لك أنا الحكاية نتاع أختي بديت من الأول يعني بالكذب وكل شيء من اللي خطبها يعني خطيبها كان كان يخدم وكل شيء يعني صفى أموره به يعني نبقى يعني تعرف على العائلة وكل شيء وبعد بطل خدمة دانكو على يعني كل مرة تقول له على خدمة وكل شيء ما يخدمش هو بعد بريود كبيرة بعد عامين قال هنا يعني ما نجمش نعرف ودارنا باش يعرفولي وكل شيء ودارنا باش يصرفوا عليا وانا باش نعيش مع دارنا فهمت؟ اي لا هي ما حبتش يعني تحب تاخو حريتها يعني وحدها وكل شيء معناتها من الاول ما كانش يعطي في معطيات صحيحه وما كانش واضح ولا من الاول كان يكذب عليها وكل شيء وكان يخدم عنده بروجي يعني من خطبها منا بطل الخدمه منا واضح من بعد ما تفهموش من بعد هذي قلت لك قالها يعني دارنا باش يعرسولي ودارنا باش يصرفوا عليا ويبدلني يعني نسكن مع دارنا وكل شيء وهي تحب تاخو حريتها كيف ما اي طفله يعني وشنو كان القرار نتاعها من بعد؟ بطلت معناتها لهنا المشكله الكل في الوضوح في المستقبل معناتها معناتها الحاجات اللي لازم تكون موجوده ولا الاول كان يكتب عليها ومش صادقه معاها واثرتها يعني ما تنجمش هي تعيش يعني مع امه وعائلته يعني عائله كبيره مش عائله صغيره يعني
واضح يا أمل، واضح. شكرا لك، بارك الله فيك أمل، شكرا لك على التليفون نتاعك، شكرا لكم انتم زاد اللي قاعدين تواصلوا معنا تتفاعلوا معنا 72 328 500. خليو لي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك راديو ميت فيزيو، الباج برنامج جاكورا باي راديو ميت. سي عماد، ظهر لي الحب الصادق ديما يبقى من تجربة بوبكر وسفيان زاد، حيوهم خاصة سي بوبكر قصته مؤثرة جدا. شوف صدق، معناها مدى صدق الإنسان في علاقته بزوجته وفي علاقتها هي به، شنو خليهم متحديه حتى العراقيل العائلية. أيه. دونك كيفاش هي تغطي عليه للمصلحة، وهو زاد كيف كيف كيفاش يكملوا بعضهم، كيفاش هم تفاهم، كيفاش هم انسجام، حتى كي تبدأ فهم عراقيل مادية أو صعوبات حتى مع العائلة قادرين أنهم يتزوجوها ويتجاوزوها ويكون العلاقة ناجحة والزواج ناجح وتكون علاقة طيبة ونشأ طيب. وتشوف معناها قال 6 سنوات ملي توفيت ومازال يتذكرها ويحكي عليها كأني موجودة معاه، معناها الله يرحمها هي، الله يرحمها. دونك ومعناتها ميساج قوي برشا معناتها وصلوا معناتها مؤثر جدا مبكر، وتحية لي. نكملوا مع تليفونات. معنا أمال من دار شعبان، مرحبا. ألو، عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك. السلام عليكم برشا بالضيف بتاعك. يعيشك، بارك الله فيك. مدام أمال دونك من دار شعبان، مرحبا. أي تفضل. تفضل أمال. من دار شعبان، معرفة عندي وليد. الحصيل ماهوش شيء معناتها اليوم غريب عليكم في المواضيع اللي معناتها تجيبوها تمسنا. يعيشك. موضوع اليوم معناتها باهي برشا، موضوع نحكي. اليوم وجا زاد في الوقت بتاعه معناتها يظهر لي برشا مش عارف ربي هنيهم. ربي هنيهم الكل. قول لي احكي لي على تجربتك. يعيشك، قول لي احكي لي على تجربتك كمال. معناتها حسب تجربتك انت شنو هو الحاجات اللي لازم الشاب او الفتاه انهم معناتها يركزوا معها اكثر في تحضيراتهم للعرس، او انه معناتها الناس اللي قاعده تحضر في العروسه نتاعها شنو تقول لهم حسب تجربتك انت؟ انا والله اليوم نقول لهم رفقا رفقا بالرجل، بالحق اليوم ياسر المراه تتشرط ويزيدنا زاد معناتها نفهموا الشيء هذايا، تاسيس عائله ماهوش ساهل زاد وماهوش صعيب. ما نجيوش معناتها قبل العرس بشوي ونفهموا اولادنا يلزمك ويلزمك ورد بالك وماهوش هكاك وهاو هكا وكل شيء، راهو كل شيء على حسب راي انا من الصغر واحدة واحدة معناتها معناتها الشيء ذاته نغرسوه في الصغار، معناتها بك التصرف بتاع الأم والبو في العائلة كيفاش قدام أولادهم كيفاش يتصرفوا، وثم حاجة أخرى زاد نعلموه من الصغرى من الصغرى، راهو الشيء من الصغرى يتعلم. باقي راني شادة في حديثي اللي الشيء يتعلم من الصغرى، راهو ماهوش كي يكبروا. نعلموهم القناعة، نعلموهم اليوم كيفاش نقول الكلمة معناتها نعلموهم صراحة. القناعة الصغرى أذية أي صراحة أذية كيفاش أذية، مثلا يجيك ولدك ولا بنتك من الصغرى أذية معناتها يا بابا اشريالي أنا ما نجمش، ونفسر له عليه زادة فسر له علاش نفسر له علاش ما نجمش نشريها له. تبدا البنية اليوم نحلاها وهي كبيرة وقانوعة وتبدا باهية مع معناتها الراجل بتاعها مش اللي مش تأسس به عائلة، والولد كيف كيف زادة يبدا مسؤول. شنو نقصد اليوم بالكلمة دي مسؤول؟ معناتها مسؤول معناتها ياخذ القرارات بتاعه، يعرف اش يعمل زادة بالضبط. يا معناتها يعرف اش يعمل بالضبط وكيفاش معناتها يكون ناضج في اختياراته زادا، وكيفاش يكون ناضج معناتها وقتاش يتكلم وقتاش يسكت. وساعات الام زادا كيما هكا تقولك الكلمه معناتها ذيك نسمعوها احنا في العائله بتاعنا، الام تقول انا اليوم ما نحبش نتدخل ما نحبش نتدخل معناتها في ولدي خاطر نعرفه من صغرته مسؤول. هذيك الكلمه من صغرته مسؤول معناتها تعرف ولدها شنو ينجم يعمل. اي على خاطر هي غرست، هي تعرف اش تحكي لها. هي اللي غرست فيه المبادئ والاخلاق هذيك اللي هي اليوم معناتها لدرجه ما معناتها ما تخافش على ولدها. معناتها هي ديجا غرستهم فيها الحاجات الباهيه هذيك. وفما زاد مثلا وثم زاد الام تقول لك اليوم ما ندخلش في ولدي خاطر نعرفه بمخه ونعرف ايش قاعد يعمل وعندي ثقه فيه. وفما زاد عمر معين راهو يلزمها معناتها يلزموا الوليد والبنيه يتحملوا فيه المسؤوليه زاد يتحملوا فيه. وانا باقيه راني شاده صحيح في كلامي اللي من الصغرى الصغير ياخو من امه وابوه في الدار، راي الدار هي المدرسه الاولى هي اللي يتعلم فيها الصغير كل شيء كل شيء. كيفاش هو الصغير من صغرته يتاثر بالعلاقه بين والديه يحط في مخه كيما راه مش يعمل كيما ولدك راك مش انت تعمل في الدار مع امه راه هو مش يعمل نهار اخر مع زوجته. رد بالك والعكس زاده اجتماعيا معناتها نحاولوا زاده
نحبب الصغير ذاك في العائلة. في العائلة خاطر الطفل اليوم هو رجل، هو رجل معناتها الغد، والتعامل الباهي راه ما يولد كان الحاجات الباهية نهار آخر هو يلقاها فعل الحياة، خاطر هو ديجا حب هالحياة في وسط العائلة بتاعه. سعيد الوليد كيف يحط راسه ويرقد على المخدة هو سعيد بالعائلة بتاعه، يحلم حتى هو زاد باش يكون عائلة كما أم وبوه مكونينها. عجبته العلاقة ذيك، العلاقة بتاع تبادل الاحترام، ونحسوا زاد أولادنا اللي العائلة عندها قيمة كبيرة برشا. علاش اليوم نلوموا الصغار على العنف في المدارس ولا في الشارع ولا في كل حاجة، في حين الأب والأم يضرب أولاده مع العنف وهما قدامه يتبادلوا في العنف، أو شيء معناتها شيء أسف قدام الصغار يتبادلوا في العنف لفظيا وجسديا وكل شيء. ونحاول جدا نغرسوا فيهم القناعة، وما زلت نعاود القناعة في صغارنا كيفاش 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 بالضبط نفهموا هنا. وقت تدخل بربي، تدخل العائلة، تدخل العائلة بجاه ربي، على خاطر هو يكون الخطوة الأولى، الخطوة الأولى يكونوا زوج متفاهمين، هما متفاهمين راهم يجيو العائلة يتدخلوا يولوا ما عادش يعرفوا بعضهم جملة. جاش خطب تبدا المشاكل، تبدا المشاكل، هذا يقول صيغة صفراء والآخر يقول صيغة بيضة، وهذا يقول الزليز مش ناحية راهو ما عادش خارج، وهذا يحب وهذا يحب، وزاد راهي ثم حاجة والله والله نختموا بها هذه توجعني صحيح، توجعني وتحز في نفسي برشا. اللي تلقى ساعات والدين راه والدين والدين تلقى الراجل معناتها يكد ويجد باش يبني دويرة فوقه هو الولد وإلا البنت وإلا معناتها كيف كيف يبني لهم وكل شيء ويعلم به ربي كيفاش بناها الدار هذيك. وتجي لنا اليوم تقول لا ما نسكنش فوق داركم، يودي راهم دارهم هذوكم هما اللي كبروه باش هما رجعوا راجل، باش انت تاخذ الراجل هذاك وباش تكون به اسره. معناتها يلزمنا نحترموا زادت العائله ذيك اللي هي تبني فك الدار ذيك اللي انت اليوم اليوم تخرج ولدهم معناتها من دارها باش انت ما تسكنش فوقك. يا اخي شنو هي معناتها الكلمه ذي اللي موضه يقيدوا لي حريتي؟ تعيش مش يقيدوا لك حريتك، هما ما يقيدوها لكش حريتك، بالعكس يمكن انت نهار اخر مش يعاونوك في التربيه بتاع صغارك مش والله ينقصوا عليك. والله البنات اللي اسمه فيها تو ننصحهم نصيحه بجاه ربي، كونوا هكا باهيين مع حماواتكم مع العائله بتاع رجالكم وكل شيء، راه هذوكم يعاونوا لكم راكم مش تاخذوا منهم. والله ما زلتوا صغار، والله تندموا عليا راه من بعد بالحق راكم تندموا على كل نهار عديتوه بعيد على العائله. راي العائله مدرسه، راي العائلة مدرسة كبيرة برشا، العائلة مدرسة كبيرة والله يهديكم. واضح، يعيشك بارك الله فيك، يعيشك بارك الله فيك على كلامك الكل اللي قلته. شكرا لك، بارك الله فيك مدام أمال، شكرا لك، يعيش حتى احنا زاد نسلم عليكم برشا. الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، نختم معك ما نجمش انا نتكلم بعد مدام امين اللهم صل على النبي عليها ما شاء الله، ظهري اعطت كل شيء اوفيت اوفيت، يعطيها الصحه وربي يبارك فيها. بالحق يلزمنا نتعلم منها مدام امين، يعطيها الصحه. واضح يا سيدي، شكرا لك انت زاد.